تحياتي ليك الزميلي العزيز محمد غانم، وتحياتي لكل مشاهدي قناه اون تايم سبورت في كل مكان. وعقب فوز المقاولون العرب على نادي البنك الاهلي بهدفين مقابل شيء، يسعدنا ان نلتقي بحسن الشامي، واحد من مدافعين المقاولين العرب، واحد طبعا مدافعين اصحاب الخبره الكبيره قوي. اهلا بيك حسن. ثلاث نقط كنتوا في امس الحاجه ليها، لقاء كان عصيب جدا اكيد يعني. الحمد لله طبعا بمس على الكباتن في الاستوديو. مش خلينا نكون واقعيين يعني، مش هنقول ان بمكسب مباراه او ثلاث نقط هيحلوا لنا كل المشاكل يعني. احنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده وعارفين كويس مشاكلنا بشكل كبير جدا، والحمد لله نشتغل عليها بشكل كويس. خلينا برضو نكون واقعيين اكتر ان الثلاث مباريات اللي فاتوا الاداء كان وحش جدا، النتائج كمان سلبيه، ما جبناش ولا نقطه. مش هقول خليها النهارده البدايه، لكن احنا بنشتغل والحمد لله بدا بعض العناصر ترجع لك. القصه كلها ان انت لما بتشوف على الدكه حتى كل زمايلك موجودين او عدد منهم موجود من الناس، فده بيديك احساس بيطمنك شويه وبيديك ثقه شويه يعني. فالحمد لله ان اشتغلنا بشكل كويس الاسبوع اللي فات بعد المباراه الاخيره، والحمد لله قدرنا نقف على اخطائنا بشكل كويس. عندنا النهارده الروح كانت اعلى بكتير من المباريات اللي فاتت. زي ما قلت لك وجود بعض اللعيبه معاك بيطمنك بشكل كبير جدا وبيديك الثقه. الجهاز الفني معذور جدا للامانه يعني. كابتن الاسبوع اللي فات 14 لعيب مش موجود، الاسبوع اللي قبله نفس ال 14 لعيب مش موجودين. فبرضو النادي الاهلي لو غاب من عنده اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه مهمين بيأثروا على الاداء بشكل كبير جدا. خلينا نقول سبب الازمه اللي بيمر بيها المقاولين غياب عدد كبير من اللعيبه، مش شايف في مشكله تانية في التيم يعني. بص عشان برضو عشان ما اظلمش زمايلي، برضو عشان ما فيش حد يفهم ان ما انت عندك السكواد بتاعك 30 لاعب 14 مش موجودين، فعندك 16 لاعب. عشان ما اظلمش المجموعه الموجوده، معظم المجموعه اللي كانت موجوده بتشارك الفتره اللي فاتت كلها لعيبه جديده. دورنا احنا كلاعيبه قدام في الفرقه احنا اللي نشيلهم، مش هم اللي يجوا يشيلونا. فكمان ما فيش فتره اعداد، الموسمين قريبين جدا من بعض، فطبيعي ان احنا الناس دي تدخل علينا بيدخلوا واحده واحده، ففوجئوا ان هم خلاص لازم يشارك ولازم يشيل الفرقه كمان. بدل ما انت بتشيله، لا انت النهارده هو مطالب ان هو يشيلك. فاللعيبه دي معذوره جدا، لكن كلهم خامات مميزه جدا جدا. محمد حمدي في المباراه اللي فاتت كان الاداء مش هو اللي كان مطلوب منه، لكن النهارده بيقدم مباراه كبيره جدا. وزي ما قلت لك وجود زمايلك على الدكه بيطمنك بشكل كبير جدا، ووجود عدد معاك في السكور بيطمنك بشكل كبير جدا. مش عايزين نقول لا المقاول العرب بمكسب النهارده، لا انا بفكر في المربع. لا احنا هناخد الامور خطوه خطوه. عندنا خلاص هنقفل صفحه الدوري، عندنا مباراه مهمه جدا في تونس ان شاء الله. بعض العناصر ترجع لنا النهارده، كان في امبارح مسحه وطلعت النتيجه بتاعتها، عدد كبير بدا يرجع لنا ان شاء الله. لما يجهزوا فنيا وبدنيا هيفرقوا مع الفريق بشكل كبير جدا. فخلينا ناخد الخطوه النهارده، اخذنا اللي احنا عايزينه من المباراه، اخذنا ثلاث نقط، الاداء اتحسن، الروح رجعت، هو ده اللي احنا هنكمل عليه ونشتغل عليه بشكل كويس ان شاء الله. طمني عليك، انت كان في اصابه واتبدلت في اخر الشوط الثاني. والله انا بقالي ثلاث مباريات عشان ما فيش عدد، زي ما قلت لك بيبقى عندي شد وبيكمل عليها، لان انا برده الموسم اللي فات لعبته كله، فبين الموسمين ما فيش اجازه. فدخلنا على طول على الموسم الثاني في سفريه افريقيا في جيبوتي، رجعنا هنا مباراه ارتا سولار برده، ففي جهد كبير جدا. بس في التوقيت ده ما ينفعش اقول انا عندي مشكله، هلعب لاخر نفس لما احس ان انا خلاص مش قادر، لان زي ما قلت لك ما كانش في عدد. التيم محتاج التوقيت ده ان انا ابقى موجود واقاتل لاخر نفس. فانا النهارده برده الحمد لله ما حصلش حاجه، هو كان شد خفيف والكابتن طلب ان هو يريحني عشان مباراه تونس ان شاء الله يعني. فالحمد لله انا كويس، ما فيش اي مشكله خالص الحمد لله يعني. شكرا لك حسن، توفيق ان شاء الله. شكرا شكرا. إذن زميلي غانم ده كان لقاءنا مع حسن الشامي مدافع نادي المقاولين العرب، وأكيد العودة ليك مرة تانية.